والله شوف سيدي، يعني هاي الحكومة ليس لها علاقة بما يجري الآن بقضايا فساد. من تاريخ تسلم دولة رئيس وزراء لغاية هذه اللحظة لن يحدث أي قضية فساد في عهد مالي، ولكن حدث أهم من المالي هو الفساد الإداري بالتعيينات التي تمت من قبل ناس متنفذين عينوا أشخاص في مواقع غير كفؤ لهذه المواقع. هذا أخطر من المال. فساد مال هون بالأردن، فساد مالي ما فيه. ليش؟ لأنه المال موجود بالخزينة، في سنة قبض وسنة صرف. لكن هذه التي القضايا التي ذكرتها ليست فسادا ماليا، هذا إداري، هذا نتج عنه مال. هاي كلها قرارات إدارية المحصل. هذا ما جاب 700 مليون، هذا هو 700 مليون وشال على كتفه. هاي كلها صرفت مبالغ بموجب قرارات إدارية فقط لا غير. نعم. لا تعود لا مجلس ولا سعادتك. أنا شايفك بتدافع عن الرزاز. مين أنت؟ أنا ما بدافع عن أحد، أنا بدافع عن الحق. الرزاز لما تيجي تقرأ تواريخ هاي القضايا الفساد، يعني مش بعهد هاي الحكومة. يعني هذه الحكومة غير منتج للفساد؟ هاي الحكومة يجب أن تتابع لأول مرة، حكومة لأول مرة نرى حكومة وبعض الوزراء وليس كلهم بحولوا قضايا فساد لمكافحة الفساد لأول مرة. لكن ساعات سبق أن رؤساء وزارات سابقين أيضا عندما صدرت تقارير ديوان المحاسبة جاءوا إلى مجلس النواب وألقوا خطب عصمة وتحدثوا عن أن هذه القضايا. بالتالي حفظناها. اللجنة المالية كانت تحفظ كثير من هذه القضايا. نعم. ولكن مشكورة اللجنة المالية الحالية قامت بتحويل البعض إلى مكافحة الفساد، وهناك سيتم التحقيق في هذه القضايا. في هذه القضايا في طريقة مثل ما تفضل.